اهلا بيكم مع الطبيب. فقره مهمه جدا وعايزه اي مريض سمنه يركز فيها، لان النهارده هنقول معلومات جديده تماما عن كل اللي فات. مريض السمنه للاسف بيبص لنفسه منظر خارجي بس، كل مشكلته انا هلبس ايه في الحفله دي، او انا هعمل ايه لو انا رحت النادي، او لو انا رايحه الكليه ايه اللبس اللي ممكن يليق عليا، الشتاء داخل الصيف خلص، كل ده اهتمامه. لكن ما نعرفش ان مرض السمنه ده مرض اناني جدا، ما بيحبش يكون لوحده، مرض بيصطحب الكثير من الامراض. يعني مريض السمنه لازم يكون فاهم ان هو معرض يكون مريض سكر، مريض ضغط، مريض للجلطات، مريض للفقرات اذا كانت الرقبه او الغضروف. انا مش بزود عليكم الهم، بس انا لازم الفت انتباهكم ان كل القصه جسديه مش بس في المنظر. خلينا النهارده بقى ناخد خطوه جديده، يعني نقول بدايه جديده النهارده، ونختار لحياتنا طريق جديد، الطريق الصح. ازاي انا ارجع عمر تاني انا ضيعته؟ ازاي ارجع شكلي الكبر والحجم اللي تضخم لشكل صغير وكمان لصحه كويسه؟ ايه رايكم النهارده ناخد بقى كل الجديد من ضيف حلقتنا المتميز، وبنقول هو غني عن التعريف لانه محقق نجاح كبير جدا في مصر والوطن العربي كمان، خلي بالنا، دكتور محمد الفولي، دكتوراه مناظير وجراحه السمنه والسكر، ماجستير جراحات الجهاز الهضمي والثدي، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه ومناظير البطن، مدرس جراحات السمنه ومناظير بكليه الطب جامعه عين شمس. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا ميري، اهلا بيك. متميز موجود معايا. ربنا يخليك يا رب. ربنا مكسر الدنيا. ربنا يخليك. انا بتكلم بجد بقى، يعني ايه رايك في الناس اللي شايفه السمنه بالمنظر الخارجي بس، وكل مشكلتها اخس شويه ارفع شويه ومفيش حاجه بتتحرك؟ تمام. بص، طبعا الفكره كلها ان احنا بنحكم على مشكله السمنه دايما من المنظر الخارجي دايما. احنا ودي يعني ده طبع عادي، طبع بشري، ان احنا دايما بنبص لحاجه من بره، مش بندقق قوي ايه اللي ممكن يكون توابعها او عاقبها. للاسف مشكلتنا فعلا مع السمنه ان احنا بنيجي مثلا عايزين نلبس حاجه نفسنا فيها نلاقيها مش داخله فينا، عايزين رايحين نقدم في الشغل مثلا فالناس تدي كومنت ان احنا لا احنا وزننا ما ينفعش نشتغل، عايزين مثلا ننزل البحر مش عارفين، عايزين ان احنا رايحين حفله ستات بالذات في الافراح والمناسبات والحاجات دي بقى كلها، وتبقى معقده نفسها ومتكتفه وحاجات كتير غريبه كده. بالظبط، فاهم قصدي؟ مش عارفه تلبس اللي هي نفسها فيه. طبعا الناس اللي هي دايما قصائف الاعلاميين والحاجات دي كلها، طبعا ان هم بيبقوا مهتمين بشكلهم جدا، ما مش عارفين برضه وهكذا. لا انت ما شاء الله عليك. لا فاهم قصدي؟ فطبعا كل احنا بنحكم دايما على المظهر الخارجي. اوكي. لكن في الحقيقه الموضوع هو ليه عواقب ثانيه جدا، ودي بيدركها الناس بمرور الوقت. يعني دايما هو بيبقى البدايه هي فكره اللبس مش داخل فيا، ودي تبقى لسه كمان المشكله في بدايتها. ابتدى الموضوع يتطور ان يلاقي مره واحده بدا يحس بصداع، بدا يعاني من مرض الضغط. طب عارف ازاي حصل زعله معينه؟ هي مشكله السمنه عايز اقول لك ان هي عامله زي اللي بيعمر المسدس. صح. بس بيبقى مستني حاجه تدوسي على الزناد عشان تبتدي الطلقه تطلع تعمل مشكله. طبعا. هي السمنه بتعمل كده. بتخلي الجسم عنده سد للضغط، وعنده سد للسكر، وعنده سد لخشونه المفاصل، وعنده سد للاورام، وعنده سد لكل المشاكل اللي ممكن تتخيلها. دهون ثلاثيه بقى، 54 مره. وكلى، ومشاكل كتير فعلا. ودهون على الكبد وهكذا. بيبتدي بقى لحظه معينه بتحصل او موقف بيحصل هو اللي يظهر المشكله. حصل زعله، يقول لك انا زعلت زعله لا قدر الله جه مرض السكر. اصل انا مش عارف كنت في قد عندي ضغط في الشغل، بقيس الضغط بتاعي لقيته عندي صداع رهيب، لقيته بقيس الضغط بتاعي لقيت ضغطي عالي ما بينزلش. هبوط مثلا، رحت حلل قالوا لي انت عندك سكر. بالظبط. بتحصل، انا شفتها كتير بصراحه. ورحت حلل يقول لي بيعمل مثلا دهون ثلاثيه الكوليسترول في السماء، ولقى عنده وظائف الكبد عاليه، وبدا الكبد بتاعه بقى متاثر بسبب المشكله. بدا يحس بقى في جنبه اليمين، فلقى عنده حصوات على المراره. بدا يحس ان هو عنده مش قادر يمشي، وتلاقي ده الشباب يعني اللي جنانك بقى النهارده انت بتكلمي ناس 25 سنه و30 سنه وعندها خشونه في مفصل الركبه. ليه؟ نتيجه ان احنا اول حاجه في زياده في الوزن جامده، نتيجه ان احنا ما عندناش لايف ستايل صحي، مش بناكل كمان اكل صحي غني بالكالسيوم وفيتامين دي. وفي اكبر يا دكتور، يعني احنا كمان الاطفال. بالظبط. الاطفال الاكل طبعا، ده الاطفال دلوقتي ده الموضوع بقى بيظهر في الاطفال بالاكل. النهارده تلاقي كتير قوي من الناس اللي جايه في العياده يقول لك اصل انا ابني عنده 11 سنه وينفع له العمليه، اصل انا ابني عنده 14 سنه ينفع العمليه لسه صغير. فاهم قصدي ايه؟ بيقول لهم العمليه تنفع من 10 سنين. بس ده بيوريكي بقى قد ايه المشكله بقت متفاقمه، قد ايه ان احنا كل ما الوقت بيمر الاجيال الجديده نفسها اصبحت هي اللي بتعاني اكتر. عايز اقول لك يعني طبعا الستات الكبار اللي في البيوت، ربات البيوت وكده، مش قادرين يقوموا بمهام بيتهم، مش قادرين يقوموا بان هم يقدروا يخدموا اولادهم، مش قادر يقوم حتى من على السرير يعمل اي حاجه. ليه؟ لان اصبح
هو وزنه اكبر، وزنه بقى حمل تقيل عليه. طب احنا عايزين بقى نساعدهم يا دكتور، والنهارده نقول لهم ايه الجديد في تاريخ وايه الجديد في عمليات السمنه، وايه اللي ممكن يفيد مين وايه اللي ممكن لا يبقى خطر عليه. تمام. بص النهارده احنا بنتكلم نتيجه لانتشار كبير قوي للظاهره دي، بنتكلم ان احنا بقى عندنا في تطور كبير جدا جدا جدا، تطور سريع جدا جدا. قول لنا عن زمان ودلوقتي، انا لازم تمام. نفهم الناس ان في نجاح فعلا كبير. تمام. تعالي مثلا نبدا مثلا ببالون المعده. بالون المعده كان زمان احنا بنتكلم في البالون اللي هي بتقعد 6 شهور. أوكي. تمام. وحتى هذه اللحظه طبعا الناس كتير ما تعرفش ان في ما هو الجديد. بالونه مثلا بتقعد 6 شهور، اللي هي في انواع كتير منها، في الامريكي وفي الروسي وفي الفرنساوي والحاجات دي كلها. النهارده مثلا لا في تطور. انا عايز اقول لك مثلا، بص مثلا احنا لما نيجي، لو احنا زي ما شفنا كده في الصوره دي، تعالي نتكلم عن تاريخ جراحات السمنه عامل ازاي. العمليات دي مش جديده خالص، العمليات دي قديمه من سنه 1950. احنا سنه 1950 كانت بدات اول عمليه للسمنه، وهي عمليه اسمها الانساين باي باس، تحويل مسار الامعاء. اوكي. وكانت كانت فكرتها ايه؟ ان انا لو عندي طول امعاء طويل، طب ما انا هشيل جزء من الامعاء وارجع اوصله تاني. الناس لقت ان متابعه الجراحين في الوقت ده لقت ان هي مش بتدي الفعاليه القويه قوي. النتيجه صح. لان احنا ما اشتغلناش على بيت الداء، سبب المشكله الاساسيه اللي هي المعده في العمليه دي. بدا بعدها ظهرت بقى العمليات تشتغل على المعده نفسها. كان اول عمليه اللي هي تحويل مسار المعده جراحيا، والكلام ده كان من 1966. كانت العمليه دي بتتعمل لعلاج بعض امراض الجهاز الهضمي زمان. بدأت تجيب نتيجة، وبدأت الناس تلاحظ إن الناس بتخس، فبدأ التطور. طب ما ندخل بقى على تدبيس المعدة، وبرضه بقى التدبيس أصبح مش هو ذات الفعالية قوي. وفي ناس اشتكت منه كتير. ليه؟ لأن التكميم طلع ما هو أفضل، هو تكميم المعدة. أوكي. فجاب بقى كل ما قبله، يعني تكميم المعدة لو إحنا بنتكلم عن العمليات اللي هي بتعتمد إنها تقلل كمية الأكل، فهو الأفضل على الإطلاق. بدأ يظهر بقى بعد كده بالون المعدة حديثا، وبدأ يظهر بقى التكميم بالتقنيات المتطورة ودباسات جديدة، وبدأ يظهر تحويل المسار المصغر اللي هو يعتبر خد صيت جامد جدا، وبدأ يقضي على تحويل المسار الكلاسيكي. أوكي. دي البالونة جدا انا لسه بقول لك عليها. هنا بنتكلم بقى في جديد. مين بيلجأ للبالونة؟ البالونة دايما لو هو حد وزنه مش كبير وعنده لايف ستايل صحي يعرف يكمل بعد البالون. النهارده احنا بنتكلم في البالونه الجديده اللي هي السبوتس دي. دي بالونه بتقعد لمده سنه، ودي حاجه ما كانتش موجوده قبل كده. سنه. بص الحاجه بالظبط. الحاجه الثانيه، البالونه دي فيها ميزه حلوه جدا، انها طول فتره السنه دي بيبقى فيها صمام. شايفه ده فولف اللي هو وقع، ده اسمه الفولف. اوكي. ده الصمام بتاعها بقى. الصمام ده احنا نقدر ندخل نسحبه في اي وقت، ونزود حجم البالونه او نقلل حجم البالونه زي ما احنا عايزين. لا ده بجد، دي جديده. والله. يعني مثلا لو المريض مثلا الحجم اللي دخل ده برضه بياكل، بالظبط، فنروح نكبر البالونه شويه. برافو عليكي. لا انت دكتوره بقى ولا ايه؟ ميرسي يا دكتور، ده من ذوقك. حاجه مهمه جدا، انا رايحه اعمل عمليه لنفسي، يعني دي تمام. حياتي. تمام. يعني انا حتى لو معيش الامكانيات دي وهاجل شويه لغايه ما هعملها، بس صح؟ تمام. المفروض ان انا اعمل كده. بصي هي الفكره كلها كده، انا لما بسمع في رينج في الاسعار دايما ما يجيش على حته اسعار مخفضه، لازم افهم هي ليه مخفضه. لازم افهم انا مثلا لو انا بتكلم في سعر، انا بتكلم في سعر عالي او بتكلم في رينج اسعار، انا من حقي لما اقعد قصاد الدكتور بتاعي افهم منه هو تفاوت الاسعار ده في ايه، الخدمه اللي انا ممكن اقدمها ايه، عشان اقدر اوصل اللي انا عايزه. طيب تعالى بقى نشوف بقى ما هو اكثر تطورا. حاجه اسمها الباورد ستيبلر اللي هي بتاعت شركه كوفيديان، دي اسمها الاي درايف، دباس الاي درايف. الدباس دي جاي ما فيش بقى فكره ان انا امسك بايدي. جديد خالص بقى. انا اول مره اشوفها بقى. فاهم قصدي. الدباس الاي درايف ودي على فكره دي موجوده، يعني موجوده عندنا في مصر. وهنا بص اللي راكب عليها ايه، الدبابيس دي حاجه اسمها تراي ستيبلر تكنولوجي. اوكي. بص بقى فيها فكره الارتكيوليشن، ان انا بقدر الف يمين وشمال، فاقدر ان انا اصمم المعده صح كويس جدا، واقدر اصممها باحترافيه، والحته اللي عايز اسيبها واسعه اسيبها واسعه، والحته اللي محتاجه اضيق فيها اضيق فيها. ما ينفعش ان امشي المعده كلها ستاندرد، ان لو مشيت المعده كلها بنفس الوسع هو هنا هيحصل يعني مشكلة. لازم اخد الكيرف اللي هو الهلال، لازم اخد الكيرف بتاع المعده. والمعده بيبقى فيه حاجه اسمها الانجل انسيزيورا، دي زاويه حاده. الحته دي لازم تكون واسعه قوي وانا بصغر المعده، لان دي لو ضاقت هيحصل ممكن يحصل مشكله. حاجات صغيره في العمليه ودقيقه. بالزبط. بس بتفرق كتير قوي في حياه الانسان. النهارده الدباسات الباور دي بتدي استابيليتي عاليه جدا. استابيليتي في ايه؟ ان انا مش انا اللي همسك بايدي واعمل، انا بدوس على زرار والدباسه تروح تطلع صفوة دباسه. هي قوه الدباسه. بالظبط. قوه جريب، بتمسك الانسجه بقوه شديده. الدباسه نفسها ستيبل، مش بتتهز وهي بتتعامل مع الانسجه. ايوه. الغيار اللي راكب عليها ده حاجه اسمها تراي ستيبلر تكنولوجي، ده غيار بيحط 3 صفوف كحاجز امان.
حلو قوي. بس ثلاث صفوف مش زي القديم كان بيبقى مقاس واحد. لا ده بيحط صف واسع شويه عشان يقفل المعده كويس، الصف اللي بعده اصغر شويه عشان يقفلها كويس اكتر. لا ده فن بقى، ده كده الصف فن. الصف الثالث اصغر خالص عشان يقفل الاشعاعات الدمويه ويقفل المعده كويس اكتر واكتر واكتر. حلو قوي. بتدي نسبه امان عاليه. عايز اقول لك ده بقى الجديد يا دكتور، جديد. يعني ده الحديث كلها كمان عن العمليات برضو بره مصر ما بيستخدمش غير الجديد. ليه؟ لان في طبعا الدول المتقدمه عندها وفره، الناس عندها القابليه انها تقدر تدفع ثمن الادوات الحديثه اللي زي كده. بره مصر مفيش غير الاجهزه دي متوفره عند حضرتك موجوده في المركز؟ عندنا، موجوده عندنا طبعا. وبنستخدمها طبعا بكل ما يؤتينا من قوه، وبنحاول دايما نواكب كل المتطور وكل جديد عشان نقدر نقدم افضل خدمه للمريض اللي بيجينا. حلو جدا. احنا عارفين ان عمليه تكميم المعده وتحويل المسار محققين نجاح كبير قوي. بس انا حابه اسالك من وجهه نظرك انت شايف العمليه الامن ايه؟ بصي انا عايز اقول لك ده كان بحث انا عملته وده اللي خدت بيه درجه الدكتوراه. اوكي. ان انا كنت بقارن، كان وقتها احنا بنتكلم مثلا في حوالي اكتر من 3 سنين، كنا بنقارن ما بين تكميم المعده وتحويل المسار، وكنا بنسال نفسنا سؤال ايه هي افضل عمليه ممكن نعملها؟ يعني طب ليه تدبيس وتكميم وتحويل وحزام معده وبالون معده؟ طب ما احنا بنشوف عمليه اكيد يعني فيها حاجه هي تبقى تصلح للكل، تصلح يعني للكل. فاهم قصدي؟ وفعلا عملنا بحث وكان على عدد كبير من حالات عمليه تكميم معده، وكان عدد كبير عملت حالات تكميم تحويل مسار المعده المصغر. بنعتبر ان هم دول اقوى عمليتين وهم اللي بيقودوا المسيره بتاعت كل عمليات السمنه. يعني هم دلوقتي اللي على التوب، تكميم المعده وتحويل المسار، وبدا يظهر العمليه الهجينه او الهايبريد ما بينهم اللي هي اسمها عمليه الساسي. يظل في الاخر بعد دراسه طويله جدا ومتابعه لحالات كتير جدا توصلنا لحاجه يعني كانت متوقعه بس فعلا قدرنا نثبتها ونحكمها، ان لا يوجد عمليه مثاليه، يوجد عمليه مثاليه للمريض المناسب ليها. فاهم قصدي ايه؟ ما ينفعش ان انا زي مثلا لما واحد بيروح يفصل او واحده تروح تفصل فستان، صح، اكيد التيلور اللي هيفصل الفستان غير على واحده، غير واحده مننا شويه. فاهم قصدي؟ هي دي فكره العمليه. والله لو واحد وزنه قليل، وزنه واحد عايز يخس مثلا 25 او 30 كيلو وعايز يعمل عمليه، هو مش بيحب الحلويات، تكميم، اعمله تحويل مسار. ليه؟ ما ينفعش اقول هنا ان تحويل المسار هي العمليه الافضل، لان هذا الشخص ما تناسبوش عمليه تحويل يعني المسار. من وجهه نظر حضرتك الافضل هي اللي تصلح لهذا الشخص بطبيعه جسمه. الافضل بالظبط ان الطبيب والمريض هنا الحوار اللي بيدور ما بينهم في العياده. والكلام ان هو بالطبيب دور انه يشرح للمريض ويفهمه العمليه دي دورها ايه بالظبط، وحياته بعد العمليه تبقى عامله ازاي، ولو هو عايز يتواصل مع ناس عامله العمليه بقى لها سنين يبقى ده موجود. يعني احنا عندنا دايما في جروبس الحالات اللي عامله العمليه من اكتر من 6 سنين، ويقدر يتواصل معاهم ويشوف الناس دي عملت العمليه واخبارها ايه ووصلت لوزنها قد ايه وبعد العمليه ماشيه ازاي. احنا عايزين نتكلم على بعد العمليه، هل الانسان اللي عامل عمليه تحويل المسار تمام بعد العمليه بيبقى تمام برضو بنفس طبيعه الانسان اللي عنده تكميم، ولا في واحده بتكون بيتعب اكتر او بيحتاج فتره طويله اكتر نقاهه في البيت؟ بصي هي الفكره مفيش اي حد لو العمليه دي كان فيها تعب اكيد ما كانش توصل لهذا النوع، لهذا الصيت الكبير من النجاح. الفكره كلها احنا بنحاول بنرجع المشكله، هو الفكره ايه مشكله السمنه؟ ان احنا الحاجه الطبيعيه اللي كانت عندنا احنا وسعناها، المعده الصغيره دي احنا كلنا اتولدنا عندنا معده معقوله وزننا طول عمرنا كان قليل. سيبك بقى من ان في طائفه من الناس طول عمرها مليانه شويه، لكن الاغلبيه بالظبط يعني. بالظبط الاغلبيه ان بيبقى معدتنا عاديه ووزننا معقول، بنبتدي احنا مع شويه لخبطه المعده بتاعتنا دي وسعت. المعده لما وسعت طلعت الهرمونات جوه فبقت عند شراهه الاكل، فبقت باكل، مزيد من التوسع يحصل، يبقى مزيد من الشراهه، مزيد من الاكل، بزيد في الوزن. صح. انا اللي هعمله ايه؟ المعده اللي وسعت دي هصغرها. بس هيبقى عندي ميزه ان انا صغرتها من اولها لاخرها، فتلحم بانسجه اللي فيها نقول لاخرها، فالمعده ما ترجعش توسع تاني. بس انا محتاج في المتابعه زي ما انت بتقولي اتعلم حاجات، قواعد ذهبيه. انا لازم اكل بدل ما كنت باكل بالمعلقه وبزلط الاكل، لا انا هاكل هملة ربعها بس، حاجات خفيفه وبسيطه. بالظبط، هاكل بالمعلقه الصغيره او هملة ربع المعلقه الكبيره. اوكي. زي ما الناس العاديه بتاكل، زي ما الناس الرفيعين بتاكل، زي ما الناس الاجانب بياكلوا، وان كان حتى الاجانب دلوقتي بقوا بيلخبطوا في اكله، بقينا بنشوف نسبه سمنه عاليه فيهم. صح فعلا. الفكره كلها هو ترند، هو اسلوب حياه. انا العمليه بتعلمني اسلوب حياه صحي وبتحافظ عليا ان انا ما اجيش خنتين. ففي مرضى بقى يعني بيفضلوا بقى يكلموك احنا جعانين او احنا عايزين ناكل بس مثلا بيحصل حاله قيء ولا ده؟ لا بصي لا، يعني هو مش يعني الاغلبيه خلاص احساس الجوع عنده بيبقى تقريبا انتهى تماما. مع بيجوع طبعا بس مع اقل حاجه بيشبع. في بعض الناس ونسبه قليله جدا منهم بيبقى الموضوع عندهم نفسي شويه. هو متعود ياكل كتير قوي
مرة واحدة مش بقى عارف مش يعمل عارف ايه. يعني بياكل قليل، ايوه صح. يعني هم الناس كلها قريبوا قاعدين على السفرة كلهم عاملين يخلصوا في طبق في اتنين، واحد عيش في وبيشوف اتنين بقى عيش، اصناف وهو يلاقي واشكال نفسه مثلا كل ربع ومش قادر رغيف ياكل وبتاع. الاكل ده. بتحصل، انا بشوفها قدامي يعني. فدي هنا محتاجة برضه تأهيل نفسي، وبرضه ده لازم هنا المريض يبقى لازم يبقى عارف هو هيبقى حياته عاملة ازاي، هو لازم يبقى عارف ان هو هياكل كل نفسه فيه، بس هياكل بكمية قليلة ويشبع بسرعة، بسيطة. هي دي النقطة. هو عامة أول ما يشوف نفسه يعني خس وجسمه بقى أحسن، بالظبط النفس حتى بتاعه بالظبط، اتغير، هو أصلا هيكره موضوع الشخير الأكل نفسه. ده. يعني تلاقي ناس مثلا ده عنده مشكلة ان هو نايم دايما يقولك بيشخر، يعني ناس في البيت عامل قلق طول الليل، ده بيختفي في خلال أول وفي أسبوع بعد ثانية واحدة العملية. تلاقيه نام. وفي يعني ده بيأثر على فكرة صح في برافو مهن عليك، كتيرة جدا، برافو عليك، إن هو ممكن ينام بسرعة في برافو شغله عليك. يعني. يعني مثلا واحد بيسوق، يعني ده كان كتير، وكان احد الحالات برضو، يعني كان قال ان هو عمل حادثه وهو بيسوق من احد الحالات برضو، وكان حد لطيف جدا وهو واقف في اشاره نام، فضلت الاشاره الناس رايحه ده جايه غصب ودي عنه، العربيه حرام. واقفه نايم، فاهم قصدي ايه، لحد ما جه الراجل بتاع المرور وخبط عليه وصحى. وصحاه، فاهم صدقني قصدي. حصلت معايا مره، يا عم الحاج بسرعه مفيش فايده. وهو نايم اصلا بالظبط. يعني. عارفه بقى خطوره ان حاجه زي كده، المشكله ان ده لما بيحصل دي حاجه اسمها اوبستراكتيف سليب ابني، بيبقى عنده مشكله في حصل السمنه وصلته مرحله خطيره جدا في التنفس بتاعه. بيحصل ده ليه؟ ان مره واحده نسبه الاكسجين في الدم بتقل. انت متخيله المريض اللي هو مثلا المفروض وزنه يبقى 60 كيلو، يعني واحد مثلا طوله 170 وزنه دلوقتي 150، الشخص ده عنده ضعف الوزن، وزن زايد، يعني اصبح قلبه بيضخ دم لشخصين، اصبح الرئتين دول كانهم بيجيبوا اكسجين لشخصين، هو مش قادرين يعملوا هو كده بيتعب كل اجهزه بالظبط. الجسم. فمره واحده الاكسجين في الدم بيقل، فالمخ بيطفي بينام، لا قدر الله المشكله دي لو حصلت وهو نايم ممكن ما يصحاش من النوم، في ناس بتفقد فاهم فعلا قصدي ايه؟ وظيفتها بسبب كده. بالظبط اتكلمنا عن تكميم المعده وايه الحديث فيه، عايزين تمام نتكلم عن تحويل المسار وايه تمام الحديث فيه بقى. تمام بص النهارده تحويل المسار من العمليات، وانت كنت قلتي حتى نقطه مهمه، هل الناس تبقى قلقانه وانا ممكن يحصل لي مشاكل بعد العمليه او فكره المتابعه؟ الكلام ده ما بيحصلش تماما. الناس متخيله عمليه تحويل المسار ان انا كل حاجه هاكلها جسمي مش هيستفاد بيها، يقول لك انا جسمي مش هيستفاد بالاكل، مفيش حاجه اسمها كده، امال انت هتعيش ازاي؟ اوكي. الفكره كلها ان احنا بنقلل العمليه دي، بتقلل الاكل وبتقلل الامتصاص بدرجه ان هي لو انا باكل حلويات وشغل حلويات مش هرجع هحافظ ان انا ما اتخنش تاني، لو انا عندي مرض السكر فهنقلل امتصاص السكر شويه فده هيديني اخف من السكر خالص، هي بتقلل ولكن مش مش بتمحي بتمحي الامتصاص. الامتصاص على عكس ما الناس فاهمه. النهارده تعالي نتكلم ايه الجديد بقى في عمليه تحويل مسار المعده المثقل. تعالي نشوف هنا بقى المشاكل بتحصل من هنا يا جماعه. المشاكل بتحصل ان انا لما بعمل تحويل مسار التقنيه القديمه انا اعمله على بعد 2 متر من اول الامعاء، ده كلام انتهى من الوجود. النهارده تعالي شوف المؤتمرات الجديده، واحنا والله طول عمرنا بنعملها كده، لازم اشوف طول الامعاء كله كام. طب ايه رايك قبل ما نتكلم بقى تمام. بالتفصيل، عندنا مفاجاه حلوه قوي، تمام، حصاد ونجاح حضرتك يعني حققته في 2017. تمام. هنتفرج على تقرير كلنا تمام. هننبسط بيه، لان اكيد هنشوف الفرحه في عينين ناس كتيره قوي اتغيرت تمام. حياتهم واشتروا تمام. زي ما بنقول عمر جديد ليهم. تمام. نخرج مع بعض نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. في مركز قوام بنعتز ان احنا بنتعامل مع احسن واطيب الناس. يمكن اهم حاجه دايما بننصح بيها الناس ان احنا لو عندنا مشكله السمنه لازم نشوف لها حل بسرعه. انا مش خايف من العمليه خالص، وخصوصا ان قعدت مع الدكتور محمد وفهمني ان العمليه هتبقى عباره عن تكميم وليس تدبيس. الحمد لله دلوقتي احنا خلصنا العمليه بتاعت زينهم، كان وزنه 193 كيلو. بعد تكميم المعده ده يبقى فيه صحه احسن ان شاء الله. انا عملت تروح قدرت ان انا انزل 21 كيلو في شهر واسبوع بفضل ربنا والدكتور محمد الفوري. الدكتور محمد الفوري من الناس الممتازه جدا في المقابله والراحه النفسيه، وشفت حالات كتيره جدا معاه. قررت ان انا اعمل العمليه واخس علشان احسن من كل حاجه في حياتي. محمد وزنه 214 كيلو، عنده مشاكل كتير قوي بسبب السمنه، ممكن يكون
السمنة ما عدتش بشتغل لأن قعدت في البيت. أجي أنزل السمنة ما فيش دقيقة أنا أتنهج وأقوم طالع. الحمد لله اللي قمت لابس الأمن وعملت العملية الحمد لله. نشكر الدكتور طبعا على المجهود اللي عمله امبارح. الحمد لله إن أنا مش عارف أنفس مش عارف أنام مفيش نوم خالص. بعمل حادثة كتير وأنا سايق مش حاسس بوجع خالص بس هو يعني حاسس إن أنا قادر أخد نفسي شوية. طب ايه اللي بيخلينا نزيد في الوزن ومش عارفين نخس؟ عشان نوصل لاعلى ما عليه الجوده والامان هنتعرف على الاكلات المفيده لصحتنا، علشان كده هنعمل مسابقه هيكون ابطالها هم اللي هيقدروا يتحدوا الميزان. أنا يوسف لما لقيت المبادرة بتاعت مركز قوامة قررت إن أنا لازم أشارك فيها. حاولنا نعمل مبادرة حياة صح هنقدم من خلالها أساليب جديدة ومختلفة في علاج السمنة والسكر. النهارده وزني 140 كيلو نازل حوالي 55 كيلو. دلوقتي برجع كأني عايز ألعب ماتش تاني وعايز أكمل وعايز أنزل الجيم وعايز أعمل كذا حاجة. النهارده يوم العملية. اطمنا على كل العلامات الحيوية. بين نحينا في منطقة البطن كلها داير ما يدور. انا هدفي من المنظار او العمليه مش بس ان انا اخس، انا يهمني ما ارجعش اتخن تاني خالص. كل الحاجات دي مهمه جدا عشان نوصل لهدفنا اللي هو وزن مثالي مدى الحياه. عشان نوصل الحياة الصح اللي كلنا نحلم بيها. ورجعنا لكم مرة تانية وكلنا طبعا استمتعنا بالتقرير اللي كله تفاؤل. وانا حابة اشكر دكتور محمد على يعني الفرحة اللي دخلتها لي انا مخصوص بجد يعني. ربنا يخليك. في حاجة عجبتني جدا، هو الفيديو مليان حاجات ومليان كلام انا هتكلم للصبح، بس في حاجة عجبتني جدا انت عامل روح للناس ومسابقات اللي هو انا خسيت 15 كيلو يا دكتور بتكتب على الفيسبوك انا وصلت، يعني انت مخلي الناس داخله معاك في الناس مبسوطة. في جو مسابقه. بصي الناس مبسوطه واحنا يمكن احنا الحمد لله كنا لسه في المهرجان العربي للتميز الاعلامي وكرمنا برضو حاله من حالاتنا قدرت توصل للوزن المثالي وان شاء الله برضو نعرضها عليكم في تقرير ان شاء الله. لا ده احنا هنبقى معاكم بقى المره الجايه نصور هناك ان شاء الله. يعني دي مدام رابحه كانت هي اللي فازت كرمناها في المؤتمر المهرجان اللي فات. واحنا دايما بنحاول نقدم جديد. خست كام كيلو في يعني؟ دي خست 30 كيلو في 3 شهور كان وزنها 105. بس عايز اقول لك بقى ان انا صعقت وهي داخله عليا في المتابعه حد تاني خالص. يعني كانها ما تعرفيهاش. حد ان شاء الله هنعرضها عليكم في التقرير برضو. بقت جميله جدا، قدرت انها تحافظ على شعرها وعلى بشرتها، ما فيش ترهلات تذكر. ما هو ده خست بطريقه مثاليه. يعني هي حابه الدكتور فبتتابع معاه بالظبط. فاهم قصدي؟ احنا على طول دايما بالتليفون بنتواصل مع الحالات، بنحاول لو انا في العمليات في مساعدين بيردوا عليهم، بنحاول دايما ان احنا نقدم كل ما عندنا لان يهمنا ان احنا واحنا بننزل ننزل بصحه برضو. صح. اللي بيعمل دايت ومش بياكل كويس مع شويه اهمال في الاكل ممكن يلاقي نفسنا جسمنا اتضرر، لكن احنا لازم نخس بصحه. نخس بصحه دي ليها اعتبارات كتير قوي، ليها تحضيرات قبل العمليه سواء من فيتامينات او انظمه غذائيه. اوكي. ليها تحضيرات بعد العمليه سواء برضو من فيتامينات سواء من اكل صحي لازم نتعلم ناكله. يعني قصاد ان كميه الاكل بتاعتي قلت لازم نوعيه الاكل بتاعتي تعلى عشان جسمي يوصل له اللي هو محتاجه. العمليات بصفه عامه سواء التكميم او تحويل المسار هي مش هتاثر عليا وعلى جسمي غير لو انا انسان يعني مهمل، ما يبقاش انا كميه اكل قلت وعمال برضه باكل اكل غير صحي واكل مش مفيد. صح. لو انا هعمل كده يبقى انا لازم اخد فيتامينات. حضرتك عايز تحافظ بالزبط. على اللي هو يكمل في كده. انا نفسي ان انت ما تبقاش العمليه بس هي اللي واقفه عليك. انا عايز انت اسلوب حياتك يبقى صح، عايزك تتعلم تاكل بطريقه صح وده اللي بعلمه لك في المتابعه، يبقى عندك اسلوب حياه صح وده اللي بعلمه لك في المتابعه،
عشان احنا واحنا بنخس يبقى احنا بعد العمليه بناكل كل اللي احنا نفسنا فيه. احنا هيبقى لينا كلام كتير جدا معاهم، بس بنشكر حضرتك للاسف وقت فقرتنا انتهت، وان شاء الله تكون متواجد معانا دايما ومنورنا ان شاء الله. نشكر دكتور محمد الفولي، دكتوره مناظير وجراحه السمنه والسكر، ماجستير جراحه الجهاز الهضمي والثدي، عضو الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه ومناظير البطن، مدرس واستشاري جراحات السمنه ومناظير بكليه الطب جامعه عين شمس. وانا كمان بشكركم، خليكم معانا فاصل وراجع لكم تاني.